الله يسعدك. طيب والله اني كسبتكم يشهد الله حول 24 رجال، بيض الله وجيكم على كل حال. كل واحد منكم عرفته عن قرب عن بعد، والله ان كني اعرفكم من زمان وبيض الله وجيكم، وان كاني اصبت فالحمد لله، وان كاني اخطات فمن نفسي ومن الشيطان ومن متسابقين فمن الشيطان بس من الشيطان ومن نفسي، ولا انتم بيض الله وجيكم. ترى كلها من عواده، انت تبي تفقعه ولا كذا من يوم هو يغطس. فبيض الله وجيكم على كل حال للامانه، الله يسعدكم وبس وخلصت يا الربع. احد عنده سؤال عن الفقره؟ احد عنده ايجابيات سلبيات عن الفقره يعلمني؟ نعم انا. يلا تفضل. انا اخوي عبد الله ولا انت؟ لا 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 اسمع، بنسمع ترى نسمع. ابشر. انت يا ابو سعد الله يبيض وجهك، جينا كل اسبوع تونسنا، نسترجح وياك فله، خصوصا حلقتك. عيب يا حبيبي عيب، قوم اطلع برا، قوم اطلع برا. ابو سعد باعك. بس السلبيه الوحيده وقت وقتها كنت اشتكي من وجهك انا تحت البث، الله الله، واقول يا سعد يا مفلح حلقتك حرام تخلي تقدمها، اخرها شوي خلها بعد المغرب يصحون الشباب نجتمع كلنا. بس هذه المشكله، حتى لو في برامج قادمه يا ريت تنتبه للوقت. بس بيض الله لانك حرام انك تحط في مكان وقت روم العيبه المتسابقين ويفوتهم ذا الوناسه. اشكرك بيض الله وجهك. وجهك الله يطول عمرك. هالكلام قصد. مرحبا بيض الله وجهك. عندك ابروح وجهي. الله خذ راحتك، الله يستر امرك. نوديك كل شيء. بيض الله وجهك. لا انت. طيب شباب ابغى اسمع منكم كلكم امانه، ما حد يجامل. سلبيات وايجابيات الفقره. تراني اعيش معكم بكل ريالتي. تفضل يا عبد الله. عندي سؤال. اسلم. شو اسمه؟ انت ما شاء الله تبارك الله، انا معجب جدا في تقديمك وفي الشيء اللي انت قاعد تقدمه، فحاب اسالك هل هذا الشيء انت خذيت عليه دورات ولا سواح؟ اول شيء لا والله ما خذيت عليه دورات ولا شيء، هذه سجيتي. شفت هذا وضعي؟ طبعا احنا نجيب للامانه والله هذه مني حتى من جفاف. الله يطول عمرك، ما عليك جعلني فداك يا حبيبي نايف. بيض وجهك بيض وجه من يسمع ومن يشاهد. جعلك تسرح. انا اصلا كلهم باقي ما منت عليهم. انا هذا وضعي خارج البرنامج وبرا البرنامج وتحت البث. انا جدا معجب فيك. الله يجعلك تسرح. والله العظيم من ذكرني باخذ معك صوره. على خشمي. الله يبيض والله العظيم. انا هذه ما تصور. باخذ معك صوره بيض. انا بس انا. ها؟ انت على طول. لا لا انت اول واحد، انت صورتك الحال. اسلم. انا اقول والله يا ابو سعد عبد الله سعد وانت. انا اقول انا والله يا ابو سعد انها ابرك ايام. الله يبارك فيك طول عمرك. ايش اسمه عرفناك به. اي والله والله ونعمه. ما عليك زود. انا يا الربع بيض الله وجهكم يرفع قدركم. انا ما ودي احد يمدحني والله يبيض وجهكم. والله اني عارف اللي بخطركم، بس ابيكم تعطوني رايكم الفقره. ايش فيك تضحك من هذا؟ يا ما يضرب النفاخ عند ذيك وحيه. خلاص يلا بالله يلا من الحين في خاطرك. اي والله يلا هيا. اختلف. لا لا منو؟ لا بس اذني. لا لا والله لا بس اختلف. والله ما حطه باذني. ارتع يعني. خف انت. ارتع يعني. الله لا يوفقك. يوم ما خفت. بعدين ان شاء الله. الله يوفق عدوك. هذا اللي دمونه. يلا بيض الله وجهك يا ضاحي والله يجمل حالك. طيب نسمع منكم يا شباب. خلونا نسمع. ترى عزيز ما سمعنا. عند خالد، عند عزيز، عند عبد الله. اعطونا رايكم في فقرة جمعتنا. والله انا افضل فقرات يعلم الله. الله يرحم والديك. اكرمتنا. الله يكرمك الجنة. والله ما كرمتكم. يشهد علي ربي انك ما تجي الا في ايدك مليانه. والله يرحم والديك. بس تو اكثر في العقال يبين المرزا وهذه سلبيه بس. بيض الله غيرها. الله اما الايجابيات والله انا بيض الله وجهك على كل حال. وجهك. نسمع منكم يا شباب فقرة جمعتنا. صراحة والله مثل احمال دخل مو ملحق عليها. اتوقع عزيز لا بس اني متابع. لا 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 حضر معي. حضر معي مرة واحدة. لا 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 مرتين او ثلاث. اي مرتين او ثلاث. هلا يوم الخيل يوم اسلم. اي ففقرة والله انها جميلة جدا متجددة يعني ما تتوقع. اذا حضرت فقرة الاسبوع ذا الفقرة الاسبوع الجاي ما تدري وش بيجيب معه مفلح. نعم. فهذه زينة الفقرة انك متجددة. نعم. واللي يقدمها ونيس. نعم. والله العظيم انه ما تطفش ولا تطفش. تسلم يا عزيز. من الفقرات اللي ناخذ ريحتنا الصدق. الله يبيضك. هذه رسمية ولا شيء. في بعض بس لو ممكن تجيب كافي معك دايم. الله يحل ايامك. بالله ليه؟ والله اني مثلك. والله ليه؟ ماني بحلى منك. اسال عبد الله قول انا حلو. اسال.
طيب صل على رسول الله. في فقرات يا جماعة الخير تحسونكم إذا قالوا فقرة فلان تحسونكم كذا كنها ضيق. نعم نعم ضيق فيها رسمية. عندك فقرة اللي يجي الساعة 4 عصر عندك. لا تعد لي اسم الفقرة بس في فقرة. في فقرة عندي أنا أخذ فيها راحتي بالصراحة يعني مع احترامي. عدوا لابودي. من بامي أنا وحب وكل شيء وكلكم حب. هذه فقرتكم فقرة عطا. من هو؟ أبو غلا. من هو أبو غلا؟ الشيخ. عبد العزيز زهراني. ابو نعم ونعم طوع وانا في مرسام فقرتك فقره علي ياسين من اجمل الفقرات عندي. بيض الله وجهكم الله يجمل حالكم جميعا ويجاكم خير. المنذر بعد المنذر الله يبيض وجهكم على كل حال. علي ياسين والرجال ما شاء الله الله يجعلك تسلم على كل حال. بيض وجهكم ويرفع قدركم جميعا. نواف اشوف معك هالدفتره وهال القصائد. ابو سعد فقرتك والله العظيم انها ابداع. واحد يشارك واحد يشارك. لا والله لازم اشهد بالشيء ذا يا اخي. من الفقرات اللي تحس الانسان على سجيته جاي. والله العظيم ما عليك زود تقديمك بطريقه والله ما عندك تكلف ولا شيء. هذا انا هذه شخصيتي. يشهد الله اني والله يشهد الله اني عندكم واحد من اخواني. الاشكاليه يا ابو سعد في وقتها الوقت والله لو من دون قصور لو غير فقرتك الساعه 4 ما نحضرها كلنا. استغفر الله ربي. بيض الله وجهك والله لان ما نرقد الا الساعه 10 ويوم الجمعه خصوصا الجمعه عندكم الظاهر تحضير اسئله وبروفات الصبح تحضير اسئله. تعرف البرايم مش ما. اوكي الله يسلمك. لا والله ما اعرف طريقه. الله يبيض والله كسبتك على الله يبيضك على الصعيد الشخصي كسبتك قوتك. ما عليك زود يا سلطان. على مستوى البرنامج الله يبيضك. تعطيني رقم جوالك 05. لا لا ما تجي. اسلم يا نواف. بيض الله وجهك يا سلطان. الله يرفعك. فقرات كانت من الفقرات القريبه يعني لنا ومن احب الفقرات لقلوبنا. ما يتابعنا بس انه وقتها غلط. وقتها قالوا في شيء جديد عندك. لحظه الكافي وش خلص الكافي حقك وين خلص؟ ها الكافي اي والله الحمد لله شربت. باقي شيء زين متفاهم مع من ايش انا اذا جبته هنا باقي شيء. لا ما بقى والله شربت انا كله. يا ولد الذيش يا ورع بيض الله وجهك. ايوه صوت احمد.